طبعا كانت تجربتي بالمخدرات من سنة تقريبا 2012. بديت بالتعاطي أولا بالحبوب الكبتاجون اللي هي الاسم المستعار لها 01، وبعد مرور سنة أو سنتين تطور التعاطي، صار من حبوب إلى كريستال وأنواع المتنوعة للحبوب، واستمرت الحالة لمدة 8 سنوات تقريبا. تعاطي وتجارة المخدرات في العراق بات أكبر تهديد لبلاد الرافدين، وكأن العراق كان ينقصه ويلات لتحل عليه هذه الكارثة. في الحقيقة الحروب في بعض البلدان لا تنتهي، لكن تأتي بأشكال متعددة ومستمرة، ومن بينها المخدرات وتعاطي الشباب لهذه المواد السامة. قد تكون هذه الحروب هي أعتى الحروب وأكثرها قدرة على تدمير الشعوب، ليس بالقتل المباشر وإنما بتعطيل الحياة وتعطيل التطور. فكيف إذا كان العراق يا وسيم يجتمع الاثنان فيه معا؟ بالفعل سجد، في الواقع ما العراق سوى مثال واضح على بلد قدر له أن تكون جارته إيران، التي تتلاعب بمصير ومقدرات شعوب عدد من الدول العربية. فإلى العراق ثمة لبنان، ثمة سوريا، ثمة اليمن، ولا تلبث تحاول الجمهورية الإسلامية بأن تدخل أو تتسلل إلى مجتمعات أخرى لإثارة الفوضى وتدمير البنية البشرية. طبعا يا وسيم، لأن المخدرات هي بالنهاية هي سلاح رديف في هذه الحروب المستمرة على الدول التي ذكرتها، والمخدرات هي وجه آخر من وجوه هذه الحروب. التعاطي للأسف في العراق لم يعد مقتصرا على بضعة آلاف، وإنما أصبح حالة عامة بين الشباب، ليس فقط التعاطي وإنما حتى تجارة المخدرات، الترويج لها، زراعة، حتى وصل العراق إلى مرحلة زراعة بعض أنواع المواد المخدرة، بعد أن كان العراق ممرا غير رئيسي لنقل هذه المخدرات إلى الدول الأخرى. بالطبع سجد، وربما هذا هو الأمر الجديد اليوم، أن العراق تحول إلى مركز رئيسي في هذه التجارة، واليوم الجديد في الموضوع أن الزراعة تتم في العراق. في هذه الحلقة إذن سجد نثير قضية الشباب العراقي، نكشف لكم من هي الجهات التي تقف خلف تهريب المخدرات عبر الحدود والممرات إلى محافظات العراق. أي المحافظات أكثر استهدافا؟ رموز وشفرات نفكها اليوم في هذه الحلقة. 01 الأرجنتين، كلنا نعرف أين تقع الأرجنتين على الخريطة، ولكن بالنسبة للعراقيين الأرجنتين تقع في مكان آخر، في مكان قريب. فأين تقع؟ فمن الذي يريد أيضا تدمير شباب العراق للسيطرة على مقدرات بلاده؟ طبعا فقدت هواي شغلات بصحتي، فقدت النوم، فقدت النظر، فقدت التركيز، فقدت الطاقة، فقدت الأصدقاء، صرت منعزل، صار تفكيري بالانتحار، تفكيري بأفكار متوحش تجيني، يعني خيالات، هلوسة، يعني كثير أسباب تسبب لي هواي أمراض. يعني كل ما سبق وأسئلة كثيرة وأخرى نطرحها اليوم مع زميلتي الإعلامية العراقية سجد الجبوري، وأيضا ضيفتنا من العراق السيدة إيناس كريم، رئيسة منظمة نقاها لمعالجة المخدرات. في البداية نستمع إلى بعض ما جاء على لسان المدمن السابق، وهو اليوم يعتبر ناجيا من المخدرات، ماهر هو اليوم يعمل في منظمة المعالجة من المخدرات، منظمة نقاها، ولكن اليوم يقوم بدور توعوي من أجل إنقاذ الشباب خلال العلاج. طبعا تعرض ماهر إلى الكثير من الصعوبات، نستمع ماذا جرى له خلال رحلة علاجه. كانت عندي إرادة بأن أترك المخدرات، وحتى أثناء التعاطي وأنا أتعاطي يعني أقول يجي يوم وأخلص من هذا الشيء. طبعا هي إرادة عندي، وصارت بنفس الوقت صارت عندي فكرة بأنه أتحول من متعاطي إلى معالج وتوعية للشباب. فما لقيت الطريق اللي يوصلني للعلاج، لحد ما تواصلت بمواقع التواصل ويا رئيسة منظمة نقاها إعراق عالم المخدرات إيناس كريم. هاي المنظمة تعمل بها لتوعية الشباب وترشدهم للطريق الصحيح، وبنفس الوقت توعيهم وتاخذهم المستشفى، يعني تعالج هواي شباب. لحد ما تأكدت من عندها، اعطتني أقرب موعد ودخلتني مستشفى وتعالجت، وبنفس الوقت صرت أنا من ضمن المنظمة. نعم. يعني اشتغلت من ضمن المنظمة، فبما أنه صار شغل من ضمن المنظمة لازم أسوي توعية، لازم أظهر للشباب، أثبت لهم بأنه القانون ما يعاقب، بما أنه أغلب الشباب خايفين من عقوبة القانون، والقانون يقول لا تقام دعوة جزائية ضد من أقدم على العلاج. يعني طلعت هم أثبت لهم وهم أسوي لهم توعية حتى مثل ما تقول يطمنون أكثر. والحمد لله أنا لحد هاي اللحظة أنا عالجت أكثر من 20 حالة من الأصدقاء اللي كنت أتعاطى معهم. إذا نعود وإياكم إلى متابعة هذه الحلقة، ومعنا مباشرة من بغداد السيدة إيناس كريم، رئيسة منظمة نقاها للمعالجة من الإدمان على المخدرات. سيدة إيناس، بداية هل وضعتنا في إطار عمل المنظمة، حيث تقومون طبعا بمساعدة المدمنين على الإقلاع عن المخدرات، ما هي أعداد الذين اليوم يخضعون للعلاج، وما هي تفاصيل أوضاعهم الصحية؟ مساء الخير وشكرا للاستضافة. بالحقيقة منظمة نقاها لمعالجة إدمان المخدرات هي تعمل من سنة 2017 وإلى اليوم، تعمل بجهود ذاتية، بجهود تطوعية من أطباء نفسيين، من معالجين، وأيضا من مدمنين تعافوا من المخدرات. أنا دا أحاول أستثمر وجود هؤلاء الشباب اللي تعرضوا للإدمان ونجوا من المخدرات، فهم أقرب للمدمنين الآخرين، هم يفهمون أسباب التعاطي، وين يتواجدون المدمنين وضحايا المخدرات. عمل المنظمة وأهدافها هي المعالجة والتوعية، هذول أهم أهداف المنظمة. عالجنا من سنوات وإلى اليوم بآلاف الشباب ومن كلا الجنسين، شباب بكليات، بمدارس، شباب عاطلين عن العمل، كل فئات المجتمع احنا نحاول نوصل لهم ونعالجهم. بالحقيقة أني أؤمن أني كل الأشخاص اللي يعملون بهذه المؤسسة أنه العلاج والتوعية خير من العقاب. العقاب، عقاب المدمن تحديدا باعتباري بتماس مباشر مع المدمنين، من يتعاقب بالسجن أو العقوبة ما راح يكون شخص أفضل، بالعكس بالتالي راح يتمرد، راح يحقد على بلده، على مجتمعه، وبالنهاية هذا المدمن لو رجعنا إلى أسباب تعاطي نكتشف أنه أسباب تعاطي أسباب ممكن علاجها، ممكن نتلافاها، فهذا الشخص هو ضحية بالتالي. فدا أحاول قدر المستطاع أعالجهم، أساعدهم، نوفر لهم فرص عمل بعد العلاج من خلال تدريبهم وتأهيلهم نفسيا حتى نرجع نزجهم مرة أخرى بالمجتمع، يمارسون حياتهم بشكل طبيعي بعيدا عن المخدرات. نعم سيدة إيناس، طبعا بالطبع الزميلة سجد الجبوري بحكم أنها إعلامية عراقية ستكون لديها أسئلة ربما تطرحها عليك، ولكن دعيني أناقش معها بداية ما هو أبعد من موضوع الإدمان. سجد، اليوم بدأنا مع السيدة إيناس على أن المشكلة كبيرة جدا وهناك جهود تبذل من قبل هذه المنظمة صحيح. اليوم في العراق، ولكن إذا ما أردنا الحديث سياسيا عن هذه الأزمة نرى أن هذه المخدرات تأتي عبر الحدود، واليوم أصبحت العراق أصبح مقرا، مركزا لهذه المخدرات. إذا أردنا أن نتحدث عن مصدر هذه المخدرات في العراق وأي المحافظات طبعا بالشق الآخر، زميلي أود أن أتحدث بالبداية عن موضوع أنه كإدمان مخدرات هي حالة موجودة بكل دول العالم وكل المجتمعات العربية والغربية، لكن عندما يتغير وضع العراق بالنسبة لموضوع المخدرات، أنه هو كان ممرا معروف على العراق وممرا غير مهم، يعني لا يتكالب تجار المخدرات عليه لأنه ممر غير مهم، لأنه من الصعب وربما المستحيل أنه تجد حبة واحدة، لأنه العقوبة الإعدام مباشرة. يعني قبل سنوات، بعد 2003 الوضع تغير بعد موضوع دخول تنظيم القاعدة، بعدها الميليشيات سيطرت على مدن كبيرة. بالنهاية هذه الميليشيات وهذه التنظيمات المتطرفة تريد تمويل مالي، هذا التمويل المالي من أين يأتي؟ بعيدا عن موضوع الأتاوات، يأخذون الأتاوات من الناس لكنهم يحتاجون إلى تمويل كبير، الأسلحة وغيرها، فيلجؤون إلى بيع وتجارة المخدرات. هذا معروف، يعني خاصة في البلدان اللي يعني تكون بها الفوضى هي السمة العارمة عليها، ومنهم العراق. لذلك ترى الميليشيات هذه والمجاميع المتطرفة تصوب نحو المنافذ الحدودية، تصوب نحو المناطق الحدودية والمحافظات الحدودية. ديالى مثلا تأتي عن طريق إيران، البصرة أيضا كذلك، بعض المحافظات الشمالية لديها ارتباط مع إيران أو دول أخرى، مع سوريا لأن الوضع قريب بين العراق وسوريا وما يجري، ومن ثم إلى لبنان وإلى آخره. فعندما تقرأ هذه الخارطة تصل إلى المصدر الرئيسي إيران. بالنهاية هذه الميليشيات أصلها تابع إلى إيران، تتحكم بها، ومعروف أنه تجارة المخدرات وتمويل هذه الميليشيات هي جزء من السياسة الإيرانية، هذا لا يخفى على أحد باعتراف أنظمة ودول كثيرة. فلذلك الموضوع أبعد من أنه هي مخدرات يتم تعاطيها من قبل بعض الشباب. من قبل بعض الشباب. قبل الانتقال للسيدة إيناس، طبعا اليوم ذكرنا أن إيران هي المصدر ربما بحكم أيضا العلاقة القرب الجغرافي. يعني أكيد هناك طبعا هناك عصابات، نحن نرى في كل العالم هناك دائما تجار، هناك رموز لتجارة لهذه التجارة مثل إسكوبار وغيرهم. اليوم الحرس الثوري الإيراني هو المنغمس الأكثر انغماسا، وشاهدنا تقارير متعددة تتحدث عن كيفية انغماس الحرس الثوري الإيراني بهذه المخدرات. كيف يستغل أو كيف تستغل إيران أو كيف تستعمل إيران الحرس الثوري الإيراني لتمرير هذه التجارة عبر الدول حيث تريد أن تثير الفوضى؟ لأنه هي بالبداية كما قلنا أنه هي مرتبطة بهذه الميليشيات، هي من تأمرها أصلا، سواء في العراق، في لبنان، في سوريا. هذه معروفة بما يعرف بالهلال الشيعي، هذه الخارطة الحدودية. هم مسيطرين على المنافذ الحدودية، يدخلون هذه المخدرات لأنه لا حاسب ولا رقيب في بعض هذه المنافذ. هذه الميليشيات هي أقوى حتى من أجهزة الدولة باعتراف الجميع، يعني هو ليس كلام شخصي مني، موجودة أساسا تقارير كثيرة. يدخلونها، بعدها يحاولون الترويج لها. بالعموم هناك أنواع من المخدرات يجب أن تكون هي بمبالغ أعلى، يعني لأنه تدخل بشكل غير قانوني، فالمبلغ يكون أعلى لهذه الحبة أو إلى غيرها من هذه المواد. في العراق الموضوع مختلف، فترى يعني سائق التاكسي ربما يتناولها، يحاولون أنه يوزعوها بأسعار جدا بخسة إلى الشباب العراقي حتى تكون متداولة، يستطيع أن يشتريها الغني والفقير والعاطل عن العمل. البيئة مهيئة، يعني لدينا نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل، فهو كيف يستثمر وقته؟ يستثمر وقته بماذا؟ لا شيء. فلذلك يتم تحطيم المجتمع عن طريق بوابة المخدرات والعطالة. نعم، البطالة. سيدة إيناس، يعني استمعنا إلى الزميلة سجد، طبعا الشق السياسي، ولكن إذا ما أردنا أن نتحدث في البداية عن حجم الشباب، عن عدد الشبان العراقيين الذين يتعاطون المخدرات، هل لديكم أرقام محددة تفيد فعليا عن عدد هؤلاء؟ يعني للأسف اليوم المخدرات أني أسميها إرهاب صامت، إرهاب ناعم. ممكن أنت الإرهاب تواجهه بالسلاح، ممكن تواجهه بقواتك الأمنية، ولكن المخدرات اليوم إرهاب يدخل بصمت للبيت، للجامعة، للمدرسة، للمجتمع، ويضيع الشباب. من سنوات طويلة وأنا أتكلم بهذا الموضوع وبخطورته على الشباب وعلى بنية هذا المجتمع وشبابه، ولكن للأسف ما كانت أكو إذن صاغية، لا إلي ولا لمقترحاتي ولا للمعالجات اللي قدمتها من سنوات. اليوم أكو تحرك جدي وواقعي اتجاه هذا الملف، ولكن مو كافي، نحتاج جهود أكبر. بالنسبة للإحصائيات المتوفرة عندي، أنا راح أتكلم عن الإحصائيات الخاصة بمؤسستي من بداية سنة 2023 وإلى قبل يومين، تقريبا 290 حالة إحنا مستلمين من شباب وبنات من أغلب الأعمار والفئات. هذه الأرقام وهذه الأعداد مو أرقام سهلة، يعني مو شخص واحد تعاطى، وإنما 290 عائلة هي دمرت تماما بسبب فرد واحد تعاطى. وطبعا هذه الإحصائية قليلة مقارنة بالإحصائيات اللي موجودة عند وزارة الصحة، موجودة عند وزارة الداخلية، عند وزارة العدل، باعتبار كل وزارة هي عملها بجانب معين بهذا الملف. وللأسف إحنا اللي نشوفهم واللي نلتقي بيهم واللي نعالجهم مقارنة بالواقع ومقارنة بالأشخاص اللي متخوفين من العلاج رقم جدا عادي. الواقع أكبر، الأرقام اللي بالواقع أكبر بهواي للأسف. هو هذه النقطة أستاذة إيناس أود أن أتحدث بها معك ومع زميلي وسيم. عثمان الغانمي وزير الداخلية السابق تحدث بلقاء صحفي مع إحدى القنوات، قال بأنه تقريبا 50%، يعني نصف الشباب العراقي يتعاطون، يعني ليسوا بالكل مدمنين وإنما تعاطوا أو يتعاطون حاليا المواد التعاطي بطبيعة الحال سيؤدي إلى وهي هذه الكارثة. ولا لو أنه كيف وصلت إلى كل هذا العدد الكبير من نصف الشباب العراقي، مع العلم من المجتمعات الفتية، المجتمع العراقي النسبة الأكبر منه من الشباب. بوقتها التقرير وهذا التصريح أحدث ضجة أستاذة إيناس، أكيد تتذكر. البعض نفى، وهذا جزء من المشكلة أنه عدم الاعتراف بالمشكلة بالأرقام. أساسا بأنه هذا العدد الكبير يتعاطى المخدرات. سنتحدث طبعا عن خريطة توزع هذه المخدرات، ولكن سيدة إيناس علقت أن الرقم 50% ليس رقما عاديا أو سهلا. نصف الشباب العراقي هم يتعاطون مخدرات إذا لم يكونوا مدمنين على المخدرات. اليوم حجم الكارثة، إذا ما أردنا أن نوصفها، حجم الكارثة التي تصدرها إيران إلى العراق ما هو؟ يعني ماكو وصف أدق من وصف الإرهاب الصامت، الإرهاب الناعم اللي دا يستهدف بنية هذا البلد اللي هم شبابه. اليوم احنا إذا ما نتصدى لهذا الملف بصورة حقيقية مثل ما تصدينا لملف الإرهاب بالسابق، احنا راح نخسر أكبر فئة ممكن تبني هذا البلد، وهي فئة الشباب. بكل البلدان العالمية والعربية أكو مخدرات، تتواجد المخدرات كتجارة وكتعاطي، ولكن أكو جهود بالمحاربة، بمحاربة التجارة، أكو جهود بموضوع المعالجة، أكو جهود بالتوعية. إحنا اليوم يلا فهمنا حجم المشكلة. بالسابق كان أكو تهرب من هذه المشكلة، كان أكو عدم الاعتراف بالمشكلة. هذا خطأ. بالعكس إحنا نعترف بالمشكلة، نواجهها حتى نعالج جزء كبير من عندها. نعم سيدة إيناس، يعني ذكرت منذ قليل أن هناك جهودا ربما ليست كافية، ولكن تبذل جهود من أجل مكافحة أو يعني الوقوف في وجه هذه الكارثة التي ستدمر الشباب العراقي. ولكن هذه الجهود على ماذا تقتصر؟ على ماذا تقوم؟ هل تقوم فعليا على إغلاق المعابر، إغلاق الحدود، مراقبة عملية تهريب المخدرات، أم ما هي؟ يعني ماذا يجري في العراق فعليا حتى نقول أن هناك جهودا تجري ولكن ليست كافية؟ الملف المخدرات بأكثر من جانب، الجانب الأمني، الجانب القانوني، الجانب العلاجي، والجانب الوقائي. أهم جانب بهذا الملف هو الجانب الأمني اللي هو ضبط الحدود. هذه النقطة جدا مهمة. النقطة الثانية اللي هي ضمن شغلي واختصاصي هي توفير مصحات بكل المحافظات. مو من المنطقي ولا من الطبيعي إنه إحنا ما عندنا مستشفيات كافية لعلاج المدمنين. إحنا قبل أشهر يلا فتحنا أول مستشفى متخصصة بعلاج المدمنين، وهذه أنا أعتبرها نكبة. المفروض احنا اليوم بكل محافظة نمتلك مصحات 2 على الأقل حتى نقدر نعالج أكبر عدد ممكن. الجانب الأمني إذا ضبطنا الحدود بشكل صحيح وبنفس الوقت طبقنا القانون على المتاجرين بعقوبات مشددة ما تقل عن الإعدام، احنا راح نسوي رادع لهؤلاء التجار. بنفس الوقت نفتح مصحات بكل المحافظات نعالج أكبر عدد ممكن. هذه نقطة أيضا يعني تعالج من المشكلة. الحل الأكبر احنا ضروري نفهم هم ليش الشباب يتعاطوا المخدرات، شنو الأسباب اللي دفعتهم. أغلب الشباب اللي يتعاطون والشاهد اللي ظهر قبل شوية ماهر المتعافي من الإدمان هو كان يعاني من مشاكل أمنية، كان يعاني من مشاكل صحية، كان يعاني من مشاكل البطالة والفراغ. هذه كلها عوامل تؤدي إلى تعاطي المخدرات، فضروري إحنا نستثمر هؤلاء الشباب نعالجهم، نعالج الأسباب. نعم بالضبط، نعالج الأسباب والتداعيات. سجد، تحدثت منذ قليل عن المصدر لهذه المخدرات. طبعا هناك ارتباط كبير إيراني وتحديدا الحرس الثوري الإيراني اليوم فيلق القدس بهذه المخدرات. إذا ما أردنا أن نتحدث عن خريطة توزيع هذه المخدرات بين المحافظات العراقية، أي المحافظات العراقية بحسب اطلاعك هي اليوم هدف رئيسي لإيران من أجل تدمير بنيتها البشرية، ولماذا؟ هي ذكرت يعني بشكل سريع قبل قليل، هي المحافظات الحدودية. البصرة محافظة حدودية وتربطها حدود مع إيران. محافظة الأنبار في غرب العراق هي تربطها حدود مع سوريا والأردن. والأردن أساسا هي مستهدفة حالها كحال العراق بموضوع المخدرات، يعني تقريبا يوميا نشهد هناك اشتباكات بين حرس الحدود الأردني مع ميليشيات ترسل مخدرات عن طريق سوريا. وسوريا لأنه هو جزء من هذا الترابط الذي يجمع إيران العراق سوريا يعني لبنان. يعني أنت لن تقوليها، أنا سأقولها لك. هل المحافظات السنية هي الأكثر هدفا اليوم؟ ليس فقط المحافظات السنية، مثلا البصرة هي ذات غالبية شيعية لكن تربطها مع إيران حدود، وهي محافظة حدودية ومحافظة جدا غنية. هي أغنى محافظة بالعراق نفطيا وغير نفطيا. تربطها مع دول الخليج، مع الكويت تحديدا حدود. فهي محافظة استراتيجية. فلذلك إيران تبحث، لا يهمها المكون بقدر ما يهمها الاستراتيجية لهذه المحافظات وأهميتها. الأنبار محافظة استراتيجية مهمة جدا، قلت لك تربطها مع سوريا والأردن حدود. لدينا محافظة ديالى هي توجد فيها أكثر من مكون، سني وشيعي وحتى أكراد يوجد فيها، لكن هي محافظة حدودية وتربطها مع إيران حدود. فهي تعتمد بالشق الأكبر على الحدود وميليشياتها المتواجدة بالحدود بحجة حماية هذه الحدود، وثانيا على مدى أهمية هذه المحافظات استراتيجيا. نعم. سيدة إيناس، ربما لا أريد أن أقحمك بالجانب السياسي، ولكن دعيني أسألك عن وجود عناصر أو أفراد تابعة لإيران اليوم تدعم هذه الميليشيات في العراق من أجل تمرير كل هذه التجارة وتدمير الشباب العراقي. وأيضا ثمة أفراد يقيمون في العراق يعني لإدارة تلك العمليات. يعني بالحقيقة أنا ما أريد أخوض بالمجال السياسي والمجال الأمني، لأن هو مو من صلاحياتي ولا من اختصاصي أنه أصرح به. هو جهد الأجهزة الأمنية، جهد الحكومة وتشخيصها لهذا الموضوع. ولكن أنا أعتقد الجميع للأسف ساهم بانتشار وتعاطي وتجارة المخدرات بالعراق، القريب قبل البعيد للأسف. حتى الحكومات العراقية السابقة لو ما أخذ هذا الملف على محمل الجد من سنوات طويلة ما كان وصلنا لهذه المرحلة. نعم. ربما سجد لديها سؤال لحضرتك. فعلا أود أن أسألك أستاذة إيناس عن نقطة التمويل لكم في هذه المنظمة. كيف يتم بالتأكيد لديكم مصاريف كثيرة وكبيرة، وتحدثت عن مئات الحالات خاصة خلال عام 2023. هل التمويل ذاتي؟ هل كيف يعني هل هناك تمويل حكومي مثلا؟ للأسف احنا بالعراق عندنا منظمات كثيرة ست سجد تعمل بعدة مجالات واختصاصات، ولكن ملف المخدرات تحديدا هناك منظمة أو منظمتين فاعلات بهذا الملف اللي هي أني من ضمن المنظمات، ولكن هذه المنظمات هي غير مدعومة لا من داخل العراق ولا من خارج العراق. عملنا وجهودنا هي تطوعية وذاتية من خلال التبرعات اللي من ضمن كادر هذه المؤسسة نمشي بيها نشاطنا شغلنا. أما بالنسبة لعلاج المدمنين فهو يصير عن طريق المستشفيات الحكومية، ولكن هذا مو معناه أنه إحنا ما نحتاج مصاريف، ما نحتاج تفاصيل نمشي بها شغلنا ونطورها. للأسف إلى الآن ماكو أي جهة حكومية رغم كل عملنا ومثابرتنا واقتراحاتنا والأشياء اللي قدمناها من سنوات وإلى الآن، ماكو جهة حكومية دعمتنا ولو تبنت جزء من هذا شغلنا ومشروعنا الإنساني. فإحنا تعودنا على هذا الموضوع وصار عملنا هو جهود ذاتية تطوعية. نعم. سيدة إيناس كريم رئيسة منظمة نقاها لمعالجة الإدمان في المخدرات، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من بغداد. سجد، تحدثت منذ قليل عن استخدام المخدرات لتمويل برامج معينة. بالنسبة لإيران أنها تستخدم ربما هذه التجارة لتمويل البرنامج النووي الإيراني بحكم أن هناك عقوبات كبيرة جدا على هذا البرنامج. كيف يمكن أن تستخدم وتستثمر ذلك إن كان لتمويل برنامج، لتمويل الأسلحة، لتوريد الأموال إلى أذرعها في المناطق وفي الدول؟ هو أنت قلت أنه الموضوع بسبب شكل أو بآخر أنه هذا جزء من نظامها، هذا أولا، والجزء الآخر هو بسبب العقوبات المفروضة عليها دوليا، فلذلك هي لا تستطيع أن تستخدم كل مواردها، لا تصدر نفط بشكل كامل وإلى آخره، فهي مضطرة إلى الاعتماد عن طريق هذه الوسائل الأخرى، خاصة وأنه حتى مجاميعها هذه المسلحة أغلبها مثلا إذا تحدثنا عن الميليشيات في سوريا، حزب الله في لبنان، ميليشيات في العراق، الحوثي في اليمن، معاقب هو الآخر هذه المجاميع، فبالتالي أيضا تحتاج إلى تمويل، وبما أنه هي مقيدة دوليا من الناحية المالية فهذا الموضوع تجارة المخدرات لا عقوبات عليه، ليس لأنه غير أساسا رسمي، عبر ممرات غير أساسا رسمية. عبر ممرات غير رسمية، وهو بكل الحالات هو غير مسموح. يعني في كل هذه الدول، فهذه التجارة هي الأفضل والأأمن لها، وصارت إمبراطوريات يعني معروف خاصة في سوريا إمبراطورية، في لبنان إمبراطورية أيضا يغطيها حزب الله في وهذا في السابق كانت أساسا موجودة مثلا في لبنان وكنا نسمع عنها، لكن في العراق الموضوع مختلف لأنه لم يكن أساسا موجود هذا الموضوع، وهذا مؤسف. نعم. سجد، يتم تلويث العراق بالضبط. ولكن في قبل أن نختم هذه الحلقة، كيف تساهم اليوم الميليشيات أو سيطرة الميليشيات في العراق في هذه التجارة وفي أن تصل إلى الشباب العراقي؟ ربما ليس كل الشباب لديه مشاكل، ولكن يستطيعون أن يصلوا إلى هؤلاء الشباب لتدميرهم أصلا وإثارة المشاكل لديهم. كيف تساهم سيطرة الميليشيات على هذه التجارة؟ نعم زميلي وسيم، أنت قلت بأن هذه الميليشيات هي المتحكمة بصراحة، وقلناها قبل قليل بالملف الأمني خاصة في المناطق الحدودية وحتى صحيح. وسط العاصمة بغداد، يعني تخيل هي المتحكمة، فالوضع منفلت. يعني معروف في العراق مصطلح السلاح المنفلت، الميليشيات المنفلتة، فعندما تكون هذه منفلتة وتمتلك كل هذه الترسانة الأمنية والعسكرية فكل شيء منفلت في العراق، حتى بيع والمخدرات يعني موجودة في المدارس للأسف الآن بتعاطي بنسبة كبيرة. يعني مثلا يزرعون شخص، وتعرف أنت المراهقين فضولي بالعموم، المراهق الشاب أو الشابة خلي نجرب هذا النوع، لا هذا بس ينطيك جو، هذا بس نتونس عليه، استدراج واستخدام هذه المصطلحات القريبة من الشباب العراقي. ربما فعلا هذا المراهق أو شاب لا يعرف مدى خطورة ما أخذه، بعد ذلك تبدأ هذا هذه الكارثة، فهو من جهة يدمر الشباب العراقي والعقول وينفذ من جهة أخرى خطط بعيدة المدى ويحصل على أموال ومليارات ويتحكم بالمشهد. نعم. سجد، يعني ربما هذه الحلقة هي مقدمة لتحقيق أو حلقة استقصائية مفصلة في ستأتي مشاهدي أخبار الآن في المستقبل. طبعا مراسلي أخبار الآن يعملون اليوم على الأرض من أجل أن يأتوا أو يعودوا بمواد حصرية من المعابر الحدودية أيضا ورصد عمليات تهريب هذه المخدرات، وطبعا ستكون هناك تفاصيل جديدة عن هذه التجارة، عن كيفية تدمير الشباب العراقي، لأنه العراق مثال على دول أخرى. يعني اليوم لبنان لأنه بحكم تربطه حدود برية مع سوريا فقط، صحيح. المعابر الحدودية غير الرسمية هي مفتوحة اليوم ويدخل من خلالها السلاح، المخدرات، كل ما تريد، كل شيء. نفس الوضع بالنسبة للدول الأخرى حيث تتواجد إيران. شكرا لك زميلتي سجد الجبوري، شكرا لك على هذه المشاركة. مشاهدي أخبار الآن شكرا للمشاركة والمتابعة وإلى اللقاء. كنا عندنا مشاكل، كنا عندنا إذا نواجه صعوبة بالحياة لازم تواجه مشكلتك، إذا ما واجهتها أنت باعتبار لا تهرب من عندها، كل ما تهرب من عندها راح تزيد وتكبر عندك، ما راح تحلها. فنصيحتي للشباب بما أن القانون يقول لا تقام دعوى جزائية ضد من أقدم على العلاج، هواي عندنا مراكز انفتحت بالعراق خاصة ببغداد، عندنا 3 مراكز اللي هي مركز القناة للتهيئة الاجتماعي ومستشفى أبو الرشد ومستشفى العطاء. القانون يحميك والعلاج متوفر مجانا، وكل شيء مجانا، العلاج، المراجعات، المنام بالمستشفى، وكل شيء متوفر. فهاي فرصه لك، احتمال اليوم تلقى هاي الفرصه، احتمال بعدين ما تلقاها. هاي نصيحتي للشباب، انت قدامك فرصه،